متتبعي قناة ألفاس بريس، مرحبا بكم في هذا اللقاء الخاص بعد أحداث الدامية 2003 اللي عرفتها مدينة الدار البيضاء. الأنظار كلها توجهت إلى مقاطعة سيدي مؤمن على اعتبار أن الكريانات اللي كانوا تتواجدوا في هذه المقاطعة قبل ما يتم استئصال العديد من هذه الكريانات باستثناء الكريان الرحامنة اللي باقي الآن تتواجد في هذه المنطقة هذه. واش قدرت سيدي مؤمن تخرج من عباءة الماضي؟ واش شنو الحوايج اللي ما خلاش الأبا سيدي مؤمن أنها تكون على الأقل بحال بعض المقاطعات على مستوى مدينة الدار البيضاء؟ من أجل مناقشة القضية هذه نستضيف السي يوسف سميرو، عضو مجلس مقاطعة سيدي مؤمن بمدينة الدار البيضاء، تمثل أي المعارضة داخل هذا المجلس. سي يوسف مرحبا بك. مرحبا بك سي حمد وشكرا على الاستضافة، وسعيد بأنني نحضر معكم في قناة أنفاس بريس اللحظة. سي يوسف، الآن دازت واحد العام على الانتخابات الجماعية، أش بداية يعني أشنا هي التقييم ديالك الأولي للعام تاع العام تاع التسيير في مجلس مقاطعة سيدي مؤمن؟ بالنسبة لي أنا بحكم أنني عضو مجلس مقاطعة سيدي مؤمن، اليوم كنعيش واحد السنة بيضاء اللي ما فيهاش مجموعه ديال الانشطه مقارنه مع باقي المقاطعات كتواجه الجامعه ديال الدار البيضاء، اللي كنشوفوا فيها واحد المجموعه ديال الاشغال، كنشوفوا واحد المجموعه ديال الانشطه، واحد المجموعه ديال المبادرات اللي كتقوم بها المقاطعه. للاسف اليوم اعتبر باننا 2022 تقريبا هي سنه بيضاء من بعد الانتخابات الاخيره. ولكن البعض غيقول لك لا، راه كاينين يعني المشاريع تاع التبيت، الازقاء، الشوارع، الاهتمام بالاراده العموميه، كاين واحد الحركه تما كيف سيدي مؤمن؟ والى حدود دابا ما كاين حتى شي حاجه. الى حدود الان اول يعني الى بغيت ندير واحد التقييم موضوعي زعما ماشي بعيد على التواجد ديالي في المعارضه ولا كذا، اولا منذ البدايه ديال المجلس وحنا نناقش المشكل الاول هو مشكل ديال التواصل، هذا مشكل ديال التواصل الداخلي. اجتماعات المكتب ما كدارش بشكل دوري، يعني ماشي شهريا كيف كنص على ذاك النظام، يعني الاجتماع يعني هما المكسب المسير ما تيديرش الاجتماع. المسير كيجتمع ملي كتكون دورة المجلس، هذا كيجتمع. اللجان الدائمة لا تجتمع بشكل دوري، خاصة لجنة المالية ولجنة الميزانية اللي من المفروض بأننا أي صرف ديال الميزانية خاص لجنة الميزانية تناقش هذاك يعني هذه الميزانية اللي فين غتصرف. كاين واحد المجموعة ديال الحويجات اللي اليوم كتصرف ولجنة الميزانية لم يتم النقاش فيها، بحال مثلا نعطيك مثال مؤخرا كان رمضان يا سيدي مؤمن وكانت تعطانا بانه كازا ايفنت مع جامعة الدار البيضاء هي اللي غتكلف بهذا النشاط هذا، كانت تفاجئوا من بعد بانه دار اتفاقية فيها تقريبا 60 مليون اللي تم تمويل منها هذا النشاط هذا. ما عرفناش بعدا واش هاد 60 مليون تصرفت على النشاط ديال يومين ام ان هاد 60 مليون هادي تصرف لنا واحد جزء من سميتو المال ديال الميزانيه اخرى ما عرفناش. كاينه النقطه الثانيه هو هاد القضيه اللي قلتي ديال الاشغال، كانت تلونسات صفقات الى حدود اليوم، يعني الصفقات اللي مليوحين على مستوى البوابه ديال الصفقات العموميه، كاين الصفقه ديال كراء السيارات اللي تلونسات مؤخرا، وكاين الصفقه اللي كتعلق بالتسفيت، وصفقه اللي كتعلق باعاده التهيئه ديال الارصفه. هادو جوج الصفقات اللي فيهم تقريبا واحد مليار ونص، واللي كان طرا فيهم واحد الاختلال عبرنا عليه في الدوره الاخيره ديال الاختلال القانوني على مستوى التوقيعات الى اخره، وتم السحب ديالهم. للاسف ملي تعاود نشرت صفقه واحده، الصفقه الاخرى ما تنشرش، وطرحنا فيها السؤال علاش ما تنشر الصفقه الاخرى، وبالتالي كنطيحوا عاوتاني امام عدم الاشهار ديال الصفقات ديال العموميه بشكل سميتو. يعني كاين اشكالات اللي كنعانيو منها خاصه على مستوى ديال التواصل وعلى يعني مستوى يعني ديال بالنسبه للاغلبيه المسير ما تتواصلش معكم كمعارضه انتم؟ لا هي ما كتواصلش مع بعضياتها بعدا، باقا ما كتواصلش مع بعضياتها، لانه بعض المرات كتسول شي واحد في المكتب كتقول له واش اخبار، كيقول لك انا ما اخباريش. يعني شكون اللي كياخذ القرار اليوم داخل مجلس مقاطعه سيدي مؤمن وفين كيتخذ القرار؟ هذا سؤال مطروح بشده اليوم في داخل المقاطعه. البعض يقول لك يعني من الصعب نحملوا هذا المكتب المسير كما كان بحال هذا المكتب المسير، الواقع اللي تيعرفوا سيدي مؤمن اللي ما قدرش يخرج من هذه العباءه الماضي كما تنقولوا. لا شوف، احنا خصنا نكونوا جزء من الحل. ان سيدي مؤمن عباءة الماضي، سيدي مؤمن من 2003 من 16 ماي هو عليه نقاش كبير، عليه بالي بزاف، عليه ميزانيات كتناقش بزاف، ولكن هذا سيدي مؤمن اللي هو 47 كيلومتر اللي من المفروض انه خصو يكون جوج مقاطعات، اللي من المفروض انه خصو يكون واحد المجموعه ديال الشركات. حتى تعرف السكان تما كاين تقريبا غادي 700,000. يعني من المفروض بان واحد المجموعه ديال الميزانيات خاص مشاريع تخرج الحيز الوجود الى غير ذلك، هذا الشيء ما بانش. ولكن اليوم حنا كمجلس خصنا نكونوا جزء من الحل ماشي جزء من المشكل،
خصنا نلقاو حلول. كاين اليوم الهضبه خصها تخرج حيز وجود اللي هي كانت اتفاقيه في الولايه السابقه، كاين اتفاقيات اللي تسينات. واخا تشرح للمتتبعين الفاسبر شنو المشروع تاع الهضبه؟ شنو هذا المشروع ديال اعاده تاهيل ديال المزبله اللي كانت سيدي مومن القديم مزبله امريكان، تم اعاده تاهيل ديالها، واللي كانت اتفاقيه تسينات بين وزاره البيئه وجامعه الدار البيضاء في الولايه السابقه، وتم الاتفاق بانه يتم اعاده تاهيل هذا الفضاء هذا باش يكون واحد الفضاء اخضر للقاطنه ديال سيدي مومن. اليوم حنا في بعد مرور ديال سنه من الولايه الحاليه باقي النقاش عليه، كاين نقاش على التطهير ديال العقاري، كاين نقاش ديال بان كازا بيئه غادي تدخل حتى هي باش تشتغل في هذا الفضاء هذا. كنتمنوا بانه يكون جزء من 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 المشاريع اللي تخرج في هذه الولايه هذه، ويكون زعما حل من الحلول اللي كتجاوب على النقص اللي كنعرفوا سيدي مومن في الفضاءات الخضراء. هذا هذا واحد. كاين ثانيا باننا اليوم كتعرفوا بان في كوفيد لم يتم صرف الميزانيات السابقه، اليوم عندنا 4 مليار بين الميزانيه ديال 2021 و2022، وعندنا 3 مليار ديال 2023، يعني 7 مليار. اليوم السؤال هو يعني الفلوس موجوده، 7 مليار كنقولوا دابا 4 مليار اللي موجوده، هاد 4 مليار اللي موجوده باقي ما دارش لها برنامج ديال الصرف ديالها، ما كاينش برنامج الصرف ديالها، ولم يتم فتح نقاش فيها فين غنصرفوا. واش والتصور العام ليها، واش اليوم غنمشيو للاشغال، واش غنمشيو للتنشيط الاجتماعي، واش غنمشيو للتنشيط؟ بالنسبه لكم انتم، بالنسبه لكم انتم كمعارضه، فين تشوفوا الاولويات في سيدي مومن الحاليه؟ الاولويات طبيعه الحال هي الاشغال، لان يعني البنيه التحتيه ديال سيدي مومن كلشي كيعرفها، ما كاينش شي واحد اللي يغمض عينه ويقول البنيه التحتيه زوينه، البنيه التحتيه مهترئه، كاين الشوارع اللي خاصها تفتح، كاين واحد مجموعه الحوايجات. جميل جدا بان اليوم كاين رئيس الحمد لله كيتحرك، ماشي كنقولوا ما كيتحركش، كيتحرك، ولكن على المستوى الداخلي للميزانيه ديال المقاطعه. هذه الميزانيه ديال المقاطعه خاصها تبلور، وخصنا نعرفوا التصور فين غتمشي. لان كاينه مثلا، نعطيك مثال، اليوم كاينه نقطه اللي درجات في الجهه ديال الدار البيضاء ديال اعاده تاهيل ديك المغاره ديال سيدي مومن اللي خصها تعطي اليوم سيدي مومن، خصنا نمسحوا هذيك 16 ماي وهادشي خصو يتنسى، لانه اليوم خصها تعطى انفوكاسيون كولتوريل، هويه ثقافيه، لانه سيدي مومن فيه عنده مميزات ثقافيه، فيه كتاب، فيه مثقفين، فيه هذيك المغاره اللي اليوم يتم اعاده التاهيل ديالها اللي هي من موقع اثري معروف عالميا. كاين واحد المجموعه ديال المعالم اللي تقدر تعطاه بانه تكون عنده هذه الهويه، هذه الهويه الثقافيه. وعلاش لا ما نكونوش حنا هذا المجلس جزء من اننا نعطيو لهذه المنطقه هذه الهويه، هذه الهويه الثقافيه؟ قلت لك في سيدي مومن تتصادم بهذاك الطابع البداوي اللي باقي يهيمن اصلا على هذه المنطقه تاع سيدي مومن. علاش سيدي مومن اللي خدنا سيدي مومن مقاطعه سيدي مومن ومقاطعه مولاي رشيد مدينه الدار البيضاء باقي تسيطر على هذا المنظر تاع البداوي؟ علاش سيدي مومن كبير؟ لان سيدي مومن راه 47 كيلومتر، من المفروض بان يكون جوج ديال المقاطعات. سيدي مومن اليوم هذا الطابع البدوي، ربما سيدي مومن القديم اليوم كاين اعاده الهيكله ديالو، كاين واحد المنطقه ديال الغلام، كاين هذه القضيه ديال اعاده الايواء اللي دارت، ومع ذلك باقي الطابع البدوي كيطغى عليها بعض الشيء لطبيعه الناس اللي جات، لانه سيدي مومن طبيعه الناس اللي جات لسيدي مومن اللي وليت انستالات في 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 في, في, في كما كنقولوا في كريانات ديال سيدي مومن، لطبيعه الناس اللي ربما حتى الطابع الشبه حضاري ديال سيدي مومن ما تبدلش مع مرور الوقت، ما تبدلش، بقى الطابع هذا. هذا من جهه، من جهه ثانيه اليوم كاين المؤهلات بانه تحيد هذا الطابع البدوي. كاين اليوم حي صناعي ديال الغلام اللي في اتفاقيه مع الالفيه ديال الامريكا، اللي ممكن يكون مدخل من المداخل ديال التشغيل ديال الغسيل، يعني هو ينقص من البطاله ديال المنطقه. كاين كما قلت لك هذا الطابع الريادي، اليوم عندنا ابطال في منطقة ديال سيدي مومن، للأسف ما كانش لنا الفرصة بأننا نكرموا هادشي. كاين لاعبة دوليات في كرة القدم شفناهم، كاين أبطال في الملاكمة، كاين أبطال في الكاراتي، كاين أبطال، كاين مثقفين اللي عندهم كتابات على المستوى الوطني. يعني هاد الناس هادو إلا بغينا نخرجوا من هاد الطابع خصنا نفالوريزيو هاد الناس هادو، نفالوريزيو وندير لهم إن سورت دو ريكونيسونس باش هاد الناس هادو بالفعل يحسوا بان هذه المنطقه ديالهم ويشتغلوا فيها، ما يبقاوش يشتغلوا في مناطق اخرى، لان الغالبيه ديالهم كيخرجوا ويشتغلوا في احياء اخرى. انا نعطيك عاوتاني مثال، كاين الفرق الرياضيه اليوم اللي ما كتلعبش في القاعات ديال سيدي مومن كتمشي تلعب في قاعات اخرى. علاش؟ لانه القرار الجبائي وكذا وكذا، ورغم اننا رفعنا ملتمس بان هذا القرار الجبائي بالنسبه للفرق اللي في العصبه خصو يتحيد، لاننا ما كنعطيهم حتى شي حاجه. على الاقل حيدوا لهم القرار الجبائي باش الناس تعطينا واحد الشباب وتساهم بانه تحد من الظواهر اللي والسلوكيات الاخلاقيه ديال المخدرات الى غير ذلك. ما تشوفش بان المشاريع السكنيه تاع السكن الاقتصادي هي زادت الطين بله في هذه المقاطعه؟ طبيعه الحال اثرت، لانه يعني انت هضرتي دابا على عدد السكان الضعاف، يعني ما تشوفش بان كان الاولى يمكن التفكير بطريقه اخرى
ولا هذا؟ لا طبيعه الحال احتكاريا، ولكن درتي سكن اقتصادي حتى هو نفس المشاكل. لا لانه ملي كدير سكن اقتصادي بهذه الكثافه السكانيه 550,000 وما كديرش الفضاءات اللي ممكن تحتوي فيها هاد الساكنه هادو من دور شباب، من مراكز ثقافيه، من ملاعب، من غير ذلك، كتكون معرض بانك الدوله بعد غدا كتلقى هاد الظواهر اللي كتشوف ديال المخدرات للاستهلاك، ديال واحد مجموعه الفضاءات اللي ما كتخليش الشباب فين كينفس على بعضياته. وهذا صراحه بالنسبه للمنطقه كمنطقه ديال سليموم يعني كان عنده اثر، انا في نظري بانه اثر سلبي هاد الكثافه السكانيه. شكرا جزيلا على قبول الدعوة، متتبعي قناة أنفاس بريس، إلى اللقاء فرصة قادمة. شكرا لكم على الاستضافة سي أحمد.